جينا هنا باش دبر العيال شي خديمه وخاب وليسي ولا بوليسي ايه بوليسي. السلام عليكم لافامي ومرحبا بكم. اليوم باش نديرو سكاتش تاع الثنائي الهناوات. نتمنى اني ما غلطتش في اسمهم ونورمالمون انهم متوفيين الله يرحمهم. نتوما اكدوا لي المعلومات في الكومونتير انو طلبتوا مني باش ندير هاد الثنائي. تحيه لكم كبيره، نحبكم بزاف وما تنساوش تدعمونا باللايك ويلا نبداو وفرجه ممتعه نضحكوا وما كاين غير الحب. سلام عليكم. عليكم السلام. سولوا بخو الله يرحمه. سول قد تولد عمتي كيشكون حيد يدك كتعرفني حيد يدك وهضر مال ولد عمتك ساكن هنا كيسكن في هذا الزنقه هادي؟ لا هو ساكن هنا. فين؟ في دار بيضاء. شنو البلاصه في دار بيضاء؟ انا ساكن حدود فاديه الحديده صاحبي. واش في هذه الزنقه هادي فين قالك هو كيسكن؟ كراج علال. هذا هو كراج علال. ما عندكش الادريسه ديال الدار؟ لا باقي ما ساش ندرسو حنا لا الادريسه العلوان باش عاقل على الدار. تا هو معروف واحد الدري رقيق طويل شويه خليل فورمي قصير خلاص عارفو كاع الناس عامرين وقصار خدام في الطيارات اسمو احمد. في الطيارات اسمو احمد واحد الولد طويل وعندو واحد السنه مقروده من هنا. ايه وعورتينا مش ناقش احمر ولا وحش ولا شيء. ايوا سكيشك هذاك ولد عمي والحاج احمد ولد عمك انت. ايه وراه صديق ديالي بزاف اصاحبي بصح الله يعمر دار هذاك الراجل ولد عمك حميده والحاج احمد حجو اللي خدام في المطار كيسكن في كراج علال. ايه وراه صاحبي اصاحبي حج الدار ديالو هي قريبه حج ربعه الخطرات كان يخون عندنا دجاج بالحروبيه عرفتي راه ولد عمك هذاك والله يعمر دار داك السيد. مزيان مزيان. دابا شنو بغيت تشوفو؟ الدين عدو. لا غني عتك دابا غتقول لي موريوني المطار ملي غتوصل للمطار قول لهم الحاج احمد هو راه كيدير شاف تما. اه صافي وريو لك الدنيا عليه. قول لهم وريوني المطار توصل للمطار قول لهم الحاج احمد. المطار الحاج احمد سول بعدا على المطار توصل للمطار قول لهم الحاج احمد. صافي سلام الله يرحمه. مطار الحاج احمد. سول على المطار بتوصل للمطار الحاج احمد. المطار اه الحاج احمد هو اسمه الحاج احمد انت سموه المطار ثاني. راه ديك البلاصه اللي خدام فيها هو سميتها المطار حيت قاعد المطار قول لهم على المحطه. المحطه اه الحاج احمد اللي خدام في المحطه. سول بعدا على المحطة. محطة توصل المحطة سول الحاج أحمد. مرحبا سهلة. أي صافي محطة هاي زيني محطة الحاج أحمد لابياسو. لابياسو أنت هي راه سميتو نيت. أي قلت لهم لابياسو راه يوريولك. الله يبارك. توصل لابياسو الحاج أحمد. الحاج أحمد السلامة. محطة الحاج أحمد المحطة ياك. سول على المحطة ولا سول على المطار وحدة فيهم قولها. إي اللي توصل تما قول لهم وروني الحاج أحمد. ولا تلفت عليا المحطة. قول المطار. المطار ايه المطار صافي ما فين طار. قلنا لك اصاحبي سميتو المطار صافي. المطار ما فين طار. مطار الحاج احمد. اه الله يجيني ياك. ولا تلفت الحاج احمد المطار لافياسون. لافياسون تلفت لافياسون محطه. محطه ايه تلفت كاع المحطه قول ثاني المطار. المطار اه ولا تلفت المطار رجع للدوار. الله يعاونك. دور من مين؟ دريك توب. الله يبارك. تبارك الله على الشريف. سولوا عليه راه عايشوني مسكين يدخلني لشي خدمه. حاج احمد محطه مطار عرفتي. ما بيسير. الو؟ ايه الحاج احمد هو هذا. اخ. الطياره غتدخل مع الجوج. سلام. السلام عليكم. واخا نشوفوك. واهلا. سلامة. ولا فيك شيكي. عليكم السلام. كنسول على شي واحد. اي ما عرفتينيش. لا. انت الحاج احمد. ايه. ها. هو هذا. ولما عطي ولد عمتك حليب. وهذا المسقيطي. واه لله لله. والله الله. كي داير؟ بخير. كي داير اخويا؟ والله ما عرفت. هاني. كي داير؟ كي داير؟ لاباس. صحيحة. الله يبارك. لاباس. لاباس. كي داير؟ كي داير؟ هاني. بخير. بخير. صحيحتك. لاباس. يا ولد الحاج احمد. كيما مسكيت. الله يبارك فيك. بخير. كي داير انت؟ الحمد لله. الوليدات. لاباس. مرتك. كلشي بخير. لاباس. المرا ما كتعرفهاش انت. لا ما نعرف. ياك بخير. الله يبارك. صحيحة. الله يبارك. الله الله. يا المسكيطي. ريح تفضل. الله يبارك. كي داير؟ لاباس. بخير. لاباس. وكي داير البلاد؟ لاباس. وكي داير عمي احمد مسكين؟ مات لي المغل. وهو هو كيدير هو هو لاباس عليه مسكين. وكيدير عمتي حليمه امك مسكينه الوالده ديالي ديما مسكينه البارحه عاد تفكرت. الله الله عجب داتك ها حيد ديك الزيف.
وعزيز عليه انا بزاف. داك مرغ بيه في التراب والله كداها معايا ونفد الشيشيبات. عرفتها كداها معايا ديما شيشيبات تلقى واحد حمري. لا كدعي معايا. لا كدعي عليك. نعم. علاش؟ البيبيات اللي خونتي ليا باش جيتي راكب النهار الاول هنا للدار البيضاء. تخلينا من ديك الهضره صاحبي. هضره دازت عليها 16 عام هذه وباقي كتجبدها صاحبي. اشي خاصك تعرف دابا شنو انا هنا. انا هو الشاف وحجيت ربعات الخطرات والناس كيعرفوني. ما كاين الحاج احمد. الحاج احمد مزيان. الا جيتي عدي ديك الهضره ديال البلاد الله يرضي عليك نساها. شاه هضر معايا بشي هضره زوينه. صح صح فاهمنا دابا. ايوا يكفي خير. انا وياك دوكا انت ما عرفتش البيبيات ما خاونوش. صافي يا صاحبي. صافي والناس كيسمعوا. صافي انا عندنا كرمه. يكفي خير. بخير ويلا من البيبيات تغدى وحيد هاد الحوايج ودوش. يلا مرحبا بك. لا انا ما جيتش عندك على تغديها ولا ما شنو قهرتنا تمرات ما تعرف دوار. عرفتها ولد خالتي. تابعينا بالعذاب. ايه ولد عمتي عارف. جينا هنا باش دبرنا على شي خديمه وخابوا وليسي ولا. وليسي. ايوا هي. وليسي التقاري بعدا. والتقاري اللي شاد هذه البلاصه قاري. شاد بدراعي. بدراعك انت كنتي تغلبني نوض خود تخيله درك. لا الدراع زعما راه هو الخدمه خاصك تفهموها. يا المزقيطي ديما انت مزفت. اه مزفت. المهم تغلبني. الشانطي اللي مزفت. وبلاتي غنتسناو شويه قريبه ل 12 وغادي نمشيو للدار. ان شاء الله. ايوه. الله يبارك. كبي خير. كدير انت؟ بخير. صحيحه. الحمد لله. كل شيء بخير على خير. الدار ديالي شتي راه عاطيني السكون هذيك الدار اللي كتبان. مزيان. شتيها؟ مزيان. تروازيام ايطاج. مزيان. بانيه ولا كاريه ولا؟ لا بنيتها الراس يا دي. مزيان خسروا لك بالمني. علاش؟ كون ريبتي ورديتي لها فمك. اه ديال المهندس. اه بخير الله يزيدك. ايه ديال كدير البلاد؟ عقل الصغر. ايه واش غادي؟ كنا نضاربوا. اه ما كاين. اش غادي ما كاين مشكل. توحشت البلاد والله. اه. نجيك واش دير هنا؟ وثلاثة العيالات. ثلاثة؟ ايه. ايوا ايوا. اه. وكلهم من هنا من دار بيضا؟ برويزه من هنا وحده من عندكم من البلاد. شكون هي من البلاد؟ ويلي يا صاحبي حليمه بنت الحاج عبد القادر انت ما تعرفهاش؟ حليمو. ايه تاع عندكم. عندي. ايه وحق ولا غبرت بنت الحرام. ايه ترى شحال راه حجت هي مسكينه والله يا عمرها دار بنت الناس. ولدش معاك؟ لا ما ولدش. عارف ما تولدش راك تواخد انا الاول. ما كتولش مسكينه. اه والله عمرها داره هاد الهضره ما عندنا ما نديرو بها. الله يرضي عليك شتي كون راجل واحد الحمار. يلا سيدي طلقنا سربي تخدم. الله يرضي عليك سربيها. ادوي معنا عطينا. شي باش بغيت تشرب بعدا شرب فليتوكس. شنو فليتوكس هذيك مصوره فيها هذيك سويبس. ارى لي سكوري واحد القهوه كحلانة. اه الله يبارك. اه انا باغي ندبر لنا شي خديمه. اه من بعد ان شاء الله. من بعد تاتا معايا دابا ما كاين مشكل. اييه. ودي اش غدير؟ كلشي زين الحمد لله. وانت كتشوف. كسيت يا وادي حوايج الخدمه مع الوقت. كسوه هذه منين جات؟ ديال الخدمه. ديال الخدمه زين. السعوديه دي جايين. دخلتي الخدمه وليتي؟ اييه شاف. شاف؟ اييه مزيان. اه وانا قال الحمد لله كتعرفني شاده بدراعي انا. لا انا عاود لي دراع ولا الدوار قال لي ما دراعك ما والو. كيفاش؟ حيت الدرك اختك انت هي الاول اللي خلاتي الخدمه. ايه راه قاريه حتى هي. ايه هي اللي طلبت عليك الشاف. ايه ودخلك. ايه ايه ورات ما هنا هذا الشيء اللي قلنا. والله ما خدام وصافي. اش غدير الخدمه هذه؟ ايش غدير؟ غادي دير واحد القضيه الله يرضي عليك انت غادي تسمح لي. علاش؟ عمري ما نشوفك في هذه البلاصه ولا نخلي ضاربوك. انا ماشي ولد عمك الله يعاوننا يعاونك. دويت معاك بالسلامه. تا حمار تا. احنا قادين على روسنا. صافي يا سيدي. لا جينا لدار بيضاء راه احنا قادين على روسنا. سير نعل جدك وجد والديك. جدي باقي يجي عندك. هاو دبروا على روسنا على خدمه. انا نبقاو معولين عليك. ايوا لا فامي صناني هذا الفيديو الصراحه ثنائي خطير باتم معنى الكلمه. سي توب. سي ناس بروفيسيونال يعني تحسهم باينين ماشي قارين المسرح ولكن تحسهم بروفيسيونال بزاف يعني يناولوا مواضيع حساسة ويضحكوك وفي نفس الوقت حتى اللي كاين مواقف ما تضحكش عليهم ولكن تبقى تسمع كأنها رواية وحكاية وقصة يحكي لك فيها بواحد الطريقة جميلة وبسلاسة. يا سلام. الله يرحمهم صراحة ناس يتحقوا كل الاحترام والتقدير. شكرا بزاف لكم نتوما اللي عطيتوني الفرصه باش نشوف هاد الكوميديين
الرائعين صراحة اللي تمتعت بهم، تحية لكم كبيرة. وما كاين غير الحب، وهدفنا ديما أنا نضحكو نجيبو الأشياء الإيجابية ونكونوا ديما إيجابيين وبوزيتيف مع بعضنا البعض. نحبكم بزاف، تحية لكم، السلام عليكم.